نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، وانصرهم على اليهود الخائنين، وعلى النصارى الحاقدين، وعلى المنافقين المندسين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وأعنهم وقو شوكتهم، اللهم سدد رأيهم ورأيهم. الرافضة واليهود والنصارى، وتقولي بعد كده يتفجر جامع في نجران، جامع شيعة في السعودية، ما هو وكل العالم أعدائهم، كل العالم أعداء السلفيين، هم الطائفة الناجية، هم وحدهم المسلمين الوهابيين السلفيين، وكل الناس أعداء وربنا هينصرنا عليهم كلهم، الرافضة واليهود والنصارى، وهنقتلهم كلهم وهنجاهد ضدهم كلهم. بقول لك بنتكلم على مسلمين وبنتكلم على اليهود والنصارى كده عادي، مش حتى يعني التحالف الأمريكي اللي هم شركاء فيه، لا لا. وإن نسأل أنفسنا بعد ذلك وكيف جاءت داعش، انتوا بتستهبلوا.